evaluate and simplify، ومديني الاكسبريشن اللي احنا شايفينه 4 minus 2 over 3 وتحت 7 over 12 minus 5 over 4. الاول نوحد البسط، نوحد المقام، وبعدين نشوف الخطوة التانية. البسط فوق يتوحد بتلاتة، هنا في واحد، تلاتة على واحد فيها التلاتة، فأربعة باتناشر، ماينس تلاتة على تلاتة في واحد، فده مش هيتغير. تحت نقدر نوحد باتناشر، اتناشر على اتناشر فيها الواحد يبقى سبعة، اتناشر على أربعة تلاتة يبقى ماينس خمستاشر، يساوي اتناشر ناقص اتنين عشرة على تلاتة. تحت سبعة ماينس فيفتين يبقى ماينس ايت تقسيم تولف. الخطوة اللي بعد كده، في عندنا كسر على كسر، نخلي ده فوق ضرب بس هنقلبه، يعني نقول عشرة تقسيم تلاتة ضرب ونقلب، يبقى اتناشر على ماينس تمانية. مش مهم طبعا الماينس حطها فوق او تحت، اهو ماينس، ممكن تطلع الماينس بره خالص، ويبقى عندك تمانية على الأربعة فيها الاتنين، على الأربعة فيها تلاتة، نشطب التلاتة دي مع التلاتة دي يتبقى اتنين، وهنا عشرة، فممكن نقول اتنين مع العشرة فيها الخمسة يبقى ماينس خمسة، يبقى الجواب ماينس خمسة.